أحبائي، سعد لي صباحكم، صباح النور عليكم. أتمنى يلقاكم صوتي في أحلى أوقاتكم يا رب. بونجور تو الموند، كيد مارنين، بونجورنو. أسجل لكم أوديو اليوم في الخارج، يعني في الطبيعة. صوتي اليوم تحمله لكم نسائم الخريف والأوراق المتساقطة. في أوديو اليوم رح أجاوبكم عن سؤال كنت طرحته لي باستمرار، هو هل أنا معالجة أو معالج، وهل عندي المادة الخام أو القدرة لتقديم العلاج بالطاقة. المعالجين بالطاقة في الغالب ينتميوا إلى نفس العائلة الروحية، ألا وهي عائلة لمانيتيزور بالفرنسية نقولوا عليهم، أو المعالجين. لا أدري بالعربية، ممكن كلمة معالج هي اللي ممكن استخدموها حتى نعبر على هذا الناس. قبل ما أشرح ما هو المعالج وكيف يعمل، أكيد فيه الكثير منكم اللي راحوا عند معالجين ويعرفوا أن العلاج يتم عن طريق التقاط الطاقة، عن طريق بعث التقاط طاقة الكون أو طاقة كونية ووضع النية عليها، يعني نحملوها بنوايانا للعلاج والتشافي، ثم نحطوها في الشخص المريض. يعني المعالج يعمل بهذه الطريقة في الغالب، حتى تعرفوا في الغالب هذه القدرة فطرية. يعني ما فيش حد ممكن يصبح معالج لأنه أخذ دروس في الريكي، أو لأنه أخذ دروس في الطاقة، أو أوكي سمعت هنا جرس الكنيسة يضرب. قلت ما فيش أي أحد يمكن أن يصبح معالج بالطاقة إذا لم يكن لديه القدرة أو البوتنسيال، يعني المادة الخام لذلك. أحيانا يكون الإنسان معالج ولكنه يمضي حياته كلها من دون أن يستعمل هذه القدرة، بمعنى هو يحس بأمور غريبة ويعرف أنه يعني امباث ومتعاطف مع الناس ويحب الناس ويحب يساعد الناس إلى آخره، ويعرف أنه عنده القدرة في معالجة بعض الناس القراب منه، يعني اللي عايشين معه أو اللي احتك بهم بحياته، ولكنه لا يحاول إيقاظ هذه أو استخدام هذه القدرات. وهذا ناس نحطهم بين قوسين، أوكي؟ نرجع لفكرة الرئيسية، هو لا يمكنك أن تكون معالجا إلا إذا ولدت، إلا إذا ولدت معالجا. يعني لا يمكن أن تكون معالجا ما لم تكن فطريا كذلك. سواء استعملت هذه القدرة أو لم تستعملها، يعني لأنه أحيانا أنت لا تعلم بوجودها، هي موجودة ولا أنت ما تعرفش أنها موجودة. وأعتذر عن هذه الأصوات هي أصوات الخارج. قلت أحيانا قد يعلم الإنسان بوجود هذه القدرة متأخرا، يعني لما يكون متقدم في السن أو ما شابه. So that's okay. فيك تروح تأخذ دروس ريكي أو دروس مثل ما قلت دروس معالج أو دروس في الطاقة أو ما شابه، وتبدأ تستخدم هذه القدرة. حتى يعني فيك تستخدمها على أفراد عائلتك في بداية الأمر، ثم تطورها إلى الأشخاص الآخرين. هناك من يدعي امتلاك هذه القدرة ويعمل نفسه إشهارات إلى آخره، وأكيد أنتم تعرفوا أن هذه كلها قصص، يعني قصص إيجو وقصص تربح سريع إذا هذا التعبير، يعني عبارة عن مشعوذين يطلبون المال بطريقة ما، بطريق الكذب، يعني بادعاء الكذب ولا وما ليس فيهم. أكيد يعني لماذا؟ لأن موهبة إشفاء الناس في الغالب تنتقل من جيل إلى آخر، وهي في الغالب لا تحتاج لمن يتحدث عنها. يعني المعالجين في العالم يعني معروفين تقريبا،
يعني أي شخص مثلا يعيش بفرنسا يعرف من هم المعالجين بفرنسا، أو لا أدري أنا، أو يعيش في الأردن يعرف من هم المعالجين بالأردن. يعني لا يحتاجون إلى إشهار أو إلى طلب الناس، لأنهم في الغالب لا يأخذون هذا على أنه مهنة. يعني هم لا يتربحون من ذلك، يقومون بذلك كمهمة روحية، كمهمة إنسانية. طيب، في الغالب يعني المعالجين يستعملوا يا إما مكاتب أو أماكن في منازلهم حتى يكونوا في جو مريح يعني يشتغلوا فيه، أو ينتقلوا هم عند منازل الناس المصابة أو منازل الناس اللي تطلب العلاج. يعني من شروط إعطاء علاج لشخص ما أنه الإنسان هذا أولا يكون مانيتيزور، يعني معالج، ثانيا يكون شخص عنده، يعني في العادة المانيتيزور هو شخص ذبذباته عالية، يعني طاقته عالية كذلك. ولازم اليوم اللي يشتغل فيه ما يكونش تعبان، يعني ما يكونش مسيطر عليه طاقات سلبية، ويكون في حالة تعب عارم. لا أدري أنه يكون مثلا عدى يوم طويل من العمل، وبعدين لا أدري 7 مساء أنا مش هيشوف شخص حتى يعالجه. لا يمكنه فعل ذلك، لأن العلاج بالطاقة يتبع الانتباه. بمجرد ما تنتبه إلى شيء مادي راح تروح كتلة الطاقة اللي خصصتها للعلاج. العلاج يتم بالنية، بمعنى أنك تنوي أنك بيدك هذه وبطاقتك هذه ستعالج أمرا ما في ذلك الشخص. بمجرد ما تفكر أو تفكري مثلا لا أدري في ماذا ستطبخين في المساء عندما تدخلين إلى المنزل، أوب الإنرجي تروح، يعني الطاقة اللي وجدتيها أو اللي حذرتيها تروح، تمشي تتفتت. قلت لكم الطاقة تتبع الاهتمام أو تتبع الانتباه، يعني الوعي بها. أنت لما توعى بها راح تشوفها. كيف تشوفها؟ تشوفها مش شرط تشوفها بصورة مادية على أشكال طاقية، يعني على شكل أجساد طاقية مثل الناس اللي عندهم عينهم الثالثة مفتوحة ويشوفوا الأجساد الطاقية للناس. لا، تشوفها بواسطة حسك. أنت تحس بأن طاقتك الآن جاهزة حتى تعالج ذلك الشخص. طيب، كيف نعرف مثلا أنني عندي هذه الموهبة أو أنني بإمكاني أن أعالج شخصا ما مثلا؟ أولا قبل ما نمر لعلامات علامات المعالجين أو الإشارات، لازم تعرفوا أن هذه الموهبة تحتاج إلى تدريب. مثل شخص يملك صوتا جميلا، إذا ما عملش فوكاليز وما عملش تدريبات صوتية مش رح يقدر يؤدي كونسرت أو يؤدي حفلة أو ما شابه. المعالج يعطي من روحه في كل مرة يقدم فيها علاجا ما. يعني إذا ما توفرتش النية يعني والإرادة، إرادة الإشفاء، فمش رح يوصل إلى هدفه. رغم وجودي، يعني رغم كونه معالج قوي، مش رح يوصل لهدفه. لماذا؟ مثل ما قلت لكم، بمجرد ما تتشتت أو تضيع الطاقة في الأفكار اللي فكر بها رح تروح القيمة العلاجية. العلاج يستخدم فيه الطاقة الأثيرية للجسم، الطاقة الأثيرية للجسم الأثيري للإنسان. المعالج يعني هو يأخذ من طاقة الكون اللي تتحول إلى طاقة، يعني طاقة أثيرية، طاقة خاصة بهالته هو، طاقة اللي موجودة بجسمه هو. وكنت عملت لكم فيديو حول طاقة الحياة، أتمنى أنكم تسمعوه يعني حتى تفهموا عن ماذا أتحدث. أكيد فقلت هو يلتقط هذه الطاقة، يلتقط الطاقة الأثيرية والطاقة الكونية، يصبغها بصبغة الحياة لديه القوية، ثم يبثها في المريض. قد يبثها مباشرة، بمعنى من دون أي وسائط، وقد يقوم بذلك عن بعد. يعني باستطاعة معالج ما أن يعالج شخصا موجودا في بلد آخر فقط بواسطة الهاتف، وهذه في أقوى حالات العلاج بالطاقة، يعني لما يكون المعالج قوي جدا. من أهم الأسباب التي تنجح العلاج هو الإيمان في قدرتك بأنك معالج، أو الإيمان بقدرتك على الإشفاء.
يعني أنت إذا كنت لا تؤمن أو إذا كان يدخلك الشك بين الفينة والأخرى، فأكيد مش راح تقدر تقدم علاج لشخص ما. من بين الإشارات اللي تساعدكم أنكم تعرفوا، لأنه مثل ما تعرفوا الروح تعمل ريمايندر للشخص اللي يكون عنده هذه القدرة. الشخص اللي عنده قدرة على الإشفاء روحه راح تعمل له تذكير دائما بأنه عنده هذه القدرة. قلت إذن من بين الإشارات اللي تساعدكم حتى تعرفوا أنكم عندكم هذه القدرة، أكيد من أهم علاماتها أنكم تشوفوا مثلا الحالات الطاقية للأشخاص، ومن أهم علاماتها أنكم يكون عينكم الثالثة مفتوحة. بالإضافة إلى ذلك ممكن يكون عندكم تنميل متكرر على مستوى اليدين أو على مستوى العضو، يعني بالكامل على مستوى الذراع واليدين إلى آخره. وفي الغالب إذا لم تكونوا معالجين وقررتم تدخلوا هذا المجال، فالكون سيعاندكم، يعني هتحصل لكم تأخيرات كثيرة في هذا المجال، يعني عكوسات من كل الأنواع. أما إذا كنتم معالجين فالكون رح يسهل لكم المهمة، ورح يوضع دائما أمامكم الأشخاص اللي تساعدكم والوسائل اللي تساعدكم كذلك لتحقيق هذا الهدف. كل معالج عنده بروتوكول خاص به، يعني أنت كمعالج لا يمكنك أن تستخدم مثلا بروتوكول خاص بأشخاص آخرين وتقول لم ينجح معي، أوكي؟ فعليك أنت أن تطور بروتوكول خاص بك، يعني خاص بك، يعني هذا يعني أنه لم تأخذه في دراستك. مثلا لما عملت درس الريكي مثلا أو الطاقة ما خذيتوش ضمن دراستك مثلا. بروتوكول فيه خلق، فيه إبداع، فيه شخصيتك أنت، فيه روحك أنت إلى آخره. ممكن تتدربوا كذلك على في بداية أمركم، يعني حتى تشوفوا إذا أنتم معالجين أو لا. ممكن تتدربوا على عائلتكم، على أنفسكم، إذا نجحتوا مع عائلتكم ومع أنفسكم فمعنى ذلك أنكم راح تنجحوا مع الآخرين أكيد. يعني أهم تمرين ممكن تقوموا به حتى تجربوا على أنفسكم، إذا كنتوا تعانيوا من ألم ما أو ما شابه فيكم، تتخيلوا في المساء، يعني في الليل قبل النوم، تتخيلوا أن هناك ضوء أو أن هناك هالة مضيئة تمر بأجسامكم، وهذه الهالة تنتقل من الأسفل إلى الأعلى، بمعنى يعني تنتقل رويدا رويدا. قلت فيكم تتخيلوا إذن هذه الهالة المضيئة وتشوفوها تطلع من الأسفل الساق إلى الأعلى وهي تصلح، بمعنى يعني كل ما تمر إلا وتخلي المكان مضيء. يعني تصوروا ساقكم مثلا، ساق يعني رجل أو الساق مظلمة عادي يعني، ثم تجيها هذه الطاقة وتستمر في نشر النور في ذلك الساق، يعني تدريجيا. سأتمنى لكم أحبائي أسعد الأوقات، أتمنى أن يكون جاوبتكم على السؤال. هناك عوامل كثيرة، أنا قررت أن أسجل في الطبيعة ولكن هناك عوامل كثيرة دخلت في الموضوع من بينها الكلاب، من بينها أجراس الكبيسة وبعض البنات اللي موجودين لهنا كذلك. فمع السلامة أحبائي.